لابد هنا أن نذكر البطل الذي أنقذ العراق بشكل كبير جدا، وصاحبه وإمامه وإمامنا إن شاء الله، وهو السيد الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك الرجل الشجاع البطل الحاج قاسم سليماني، عندما استجاب لطلب العراق منذ أول ليلة. أول ليلة جاء إلى العراق، وصل مساء، صباحا أصدر الأوامر بعد موافقة القائد مرشد الثورة الإسلامية، موافقة فتح المخازن العسكرية إلى العراق، وجاءت الحافلات وجاءت الطائرات تحمل السلاح بكل قوة وبكل شجاعة، أنقذتنا. هذا شيء طبعا في ذلك الوقت كلش حسرة، يعني أنا شايف مقاتلين بندقية عنده 5 طلقات، شايف واحد عنده 7 طلقات.